كيا وقطر ترفعان حجم المبادلة إلى 15 مليار دولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفق المصرفان المركزيان التركي والقطري على رفع حجم المبادلة بينهما بعملة البلدين إلى 15 مليار دولار، وسط حاجة تركيا الملحة إلى سيولة من أجل توفير نوع من الاستقرار النقدي في البلاد. يأتي هذا التعديل بعد اتفاقية وقعت بين البلدين في آب أغسطس عام 2018، وتمثل التعديل برفع مبلغ المقايضة مع البنك المركزي القطري إلى 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري، بعد أن كانت تنص الاتفاقية على 5 مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين. سيناريو اقتصادي كارثي كان سيواجه تركيا في حال العجز عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، وهو خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث عام 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة في الأسواق الناشئة. هذا السعي التركي إلى تدبير تمويل خارجي تكثف في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها هذا الشهر، مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي والالتزامات تركيا بشأن دينها الخارجي. ومن ضمن التحركات التركية اتجاه الخارج كانت محادثات أجراها مسؤولون في الخزانة التركية والبنك المركزي الأسبوع الماضي مع نظرائهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم مبادلة قائمة، إضافة إلى محادثات مع اليابان وبريطانيا للهدف ذاته. أما على مدى جلسة التداول الصومالي الأخيرة، فقد صعدت الليرة لأسباب كان من ضمنها إبرام اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة. والسلام عليكم ورحمة الله.